السلام عليكم، معكم محمد الجزاوي وفيديو جديد على قناة شيف ماج. اليوم هقدم لكم وصفة تيراميسو، وهي من أخف وأفضل الحلويات الإيطالية. وصفة سهلة جدا ومناسبة لجو الصيف. لعمل التيراميسو هنحتاج 450 جرام جبنة ماسكربوني، 6 صفار بيض، 3 كوباية أو 150 جرام سكر، كوباية ونص قهوة إسبريسو أو أي قهوة قوية متوفرة. أنا استخدمت معلقتين إسبريسو سريع التحضير مع كوب ونصف من الماء الساخن وكوبايتين من كريمة الخفق، 250 جرام ليدي فينجر، وده بسكوت إيطالي متوفر في السوبر ماركت، ومعلقة ونص فانيليا، ونص كوباية من بودرة الكاكاو. هنبتدي بتسوية صفار البيض والسكر على دبل بويلر، وهو عبارة عن صوص بان فيه قليل من المية، ونخليه على نار هادية ونحط فوقه بولة تتحمل الحرارة، وننزل بصفار البيض والسكر في البولة ونقلب ويسك بشكل مستمر. التسوية هنا بتكون عن طريق البخار المتصاعد من المية، ومهم جدا ان سطح المية ما يكونش ملامس للبولة. هنستمر في التقليب الى ان يذوب السكر تماما ويتغير لون البيض، ولما يوصل الخليط للقوام ده هنرفع البولة من على النار وننزل الماسكربوني ونخلطها مع البيض والسكر. ونقلب بويسك إلى أن تتجانس الجبنة مع باقي المكونات تماما. وكده أصبح الخليط جاهز، هنخليه في التلاجة على ما نضرب الكريمة. في عجانة هننزل بكوبايتين من كريمة الخفق الباردة. هنستخدم التاتش من الخفق ونشغل العجانة على مستوى السرعة الأول، ونضيف معلقة صغيرة من الفانيليا ونزود السرعة تدريجيا. ونستمر في الخفق إلى أن تتماسك الكريمة، وده قوام الكريمة المطلوب للتيراميسو، بيكون متماسك أكتر من قوام الكريمة لأي نوع آخر من الحلويات. هننقل خليط البيض والسكر في بولة كبيرة وننزل عليه بالكريمة، ونقلب باستخدام سباتشولا من تحت لفوق بالطريقة دي. هنستمر في التقليب إلى أن يختفي اللون الأصفر ويصبح الخليط متجانس بالشكل ده. وبكده أصبحت كريمة التيراميسو جاهزة. هننزل بالقهوة في بولة ونضيف عليها نص معلقة فانيليا ونقلب. دي الصينية اللي استخدمتها مقاس 30x20. أصبحت كل المكونات جاهزة معانا لعمل الصينية. ده شكل بسكويت الليدي فينجر، بيكون يابس وهش جدا. هنبتدي نسقي الليدي فينجر بالقهوة، والخطوة دي لازم تتعمل بسرعة جدا علشان البسكويت يحافظ على قوامه. ونرص البسكويت في الصينية بالطريقة دي. ولما نخلص الطبقة الأولى من بسكويت الليدي فينجر، هننزل عليه بنص كمية الكريمة اللي عملناها، ونفرد الكريمة بأوفي سباتشولا أو أي سباتشولا عندنا. وبعدين نعمل الطبقة التانية من البسكويت، وننزل بباقي الكريمة ونفردها بالسباتشولا. نحاول نخلي سطح الكريمة متساوي قدر الإمكان بالشكل ده، ونرش الصينية بالكاكاو بالطريقة دي. أنا بفضل أستخدم نصف كمية الكاكاو والباقي برشه على الصينية لما أخرجها من التلاجة. وبكده صينية التيراميسو أصبحت جاهزة معانا، هندخلها التلاجة لمدة ليلة كاملة. ده شكل التيراميسو بعد ما خرجته من التلاجة ورشيت عليه باقي الكاكاو. ونقدم التيراميسو بارد.
الوصفة رائعة جدا وخفيفة، أتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم في التعليقات. وما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير على الفيسبوك.